مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج صحه وعافيه. احب اتكلم مع حضراتكم النهارده زي ما اتعودنا قبل كده، ان احنا بنحاول ناخد المشاكل المبسطه والمشاكل المعقده اللي احنا بنقابلها في الاسنان، على اساس ان احنا بالنسبه لنا الاسنان اول الجهاز الهضمي، وتعتبر هي جواهر البني ادم. زي ما البني ادم بيهتم بمنظره، فقد ايه ان الاسنان وجودها من عدمه بيفرق كتير جدا في منظر البني ادم. النهارده موضوع حلقتنا هنتكلم على اعوجاج الاسنان، وان قد ايه ان رصه الاسنان جنب بعض بصوره صحيحه بيفرق جدا جدا في الشكل، وبل وبالعكس هيكون ليه تاثيرات جانبيه اخرى على وظائف الجسم كلها. يسعدنا النهارده يكون معانا دكتور محمد الفيق، اخصائي طب وجراحه الفم وتجميل الاسنان. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا دكتور. اخبار حضرتك؟ عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله. كنا عايزين نسمع من حضرتك يا دكتور محمد، يعني ايه اعوجاج الاسنان؟ عايزين نتكلم على اسبابه، ضرره، طرق علاجه. هو اهم حاجه في اعوجاج الاسنان ده ان احنا نبتدي معاه من الاول. ايه سببه؟ سببه بيبقى غالبا في الطفوله. عندنا في الطفوله في ثلاث مراحل، او في عمر الانسان عموما مش في الطفوله بس، في ثلاث مراحل بيمر بيها الانسان. تبقى حاجه اسمها الجروس سبارت، او طفره النمو. طفره النمو تمام، اللي هي المراحل اللي بيمر بيها البني ادم على مدار عمره كله. على مدار عمره كله هم ثلاث طفرات. في طفره بتبقى في الطفوله، بتبقى في حوالي سن 3 سنين، وفي طفره ثانيه بتبقى في سن الحدث. هي بتختلف من الاناث للذكور، يعني هي حاجه مرتبطه بالجنس بتاع البني ادم. بتبقى من حوالي 8 ل 10 سنين في الذكور، وتقريبا من 7 ل 8 في الاناث. والثالثه سن الاناث اصغر من سن الاناث قبل سن الذكور. والثالثه اللي هي بتبقى في مرحله البلوغ. تمام. بتبقى من حوالي 14 ل 15 في الذكور، وفي الاناث من 10 ل 12 سنه تقريبا. تمام. خلال الفترة دي احنا بنتكلم في ان العظم بيحصل له تغيرات شديدة، يعني شكل البني ادم نفسه بيتغير. ففي خلال الفترة دي ممكن بيحصل حاجة اسمها جروس روتيشن، او تحول في النمو بطريقة غريبة شوية. هو ليه نوعين، نوع امامي ونوع خلفي. الامامي بيجي في الفك من الجزء الامامي، بيحصل ان الجزء الامامي بيكبر شوية عن الجزء الخلفي، فده اللي بيسبب شوية ان السنان ممكن يعني يحصل لها او تبقى زحمة، شوية اعوجاج او تزاحم في الحتة. تزاحم. في اسباب تانية طبعا كتير، يعني منها مثلا اسباب بتحصل انفايرومنتال، او حاجه بسبب البيئه، حاجه او يعني حاجه بتحصل بعد، ممكن تروما مثلا، خبطه او حاجه من الحاجات دي، حادثه لا قدر الله. السنه اللي هي البريديسيسور اللي هي اللبنيه، السنه اللبنيه. فبيحصل ان السنه اللي طالعه بعدها اللي هي الاساسيه ما بتعرفش تطلع في مكانها الصحيح. فبيحصل برضو كراودنج او تزحم. يعني هو الموضوع ليه اسباب كتير قوي، بس هو غالبا بيبتدي سببه بيبتدي من الطفوله، سن صغير. طب حلو قوي يا استاذ محمد، يعني عايزين نتكلم بقى على ان قد ايه اسنان الاطفال، لان طبعا حضرتك عارف الناس اللي بتجي لنا في عياداتنا معاهم طفل صغير، يقول لك يا دكتور اخلع له السنه كده كده، السنه دي هتبدل. تمام. السنه كده كده ده عيل صغير ومش فارق معانا الشكل، اهم حاجه السنه الجديده اللي هتطلع. تمام. فاحنا عايزين نشرح للساده المشاهدين، وبالاخص الامهات اللي بتتفرج وعندهم اطفال اللي هو بدايه من سن سنتين لحد ما نوصل لسن التبديل الطبيعي وانتهاء بسن التبديل، عايزين نشرح اهميه الاسنان اللبنيه بخلاف الوظيفه، بخلاف وظيفه الاكل. تمام. عايزين نتكلم على اهميتها، هل وجودها في ميعادها لحد ما تبدل في الميعاد اللي ربنا اذن بيه مهم ولا لا؟ طبعا زي ما حضرتك ذكرت، يعني موضوع الوظيفه ده مهم جدا في الاساس. هو مش حاجه سهله طبعا. طبعا. يعني ان انت تحرم طفل مثلا 4 أو 5 سنين من وجود دروس، او من وجود دروس يقدر يطحن عليها الاكل او يؤدي الوظيفه بتاعتها، دي حاجه خطيره يعني. بس معظم الاهالي ما بتهتمش بيها فعلا زي ما حضرتك بتقول. نتيجه الثقافه، يعني هو احنا عندنا ثقافه الاسنان محدوده شويه للاسف في مصر، للاسف الشديد. لكن هو بتاثر تاني بقى في ايه؟ فموضوع اعوجاج الاسنان زي ما حضرتك قلت كده. يعني احنا لو خلعنا الاسنان بدري عن ميعادها، يعني المفروض مثلا ان ضرس بيقع عند سن 10 او 11 سنه، احنا شلناه مثلا في سن 5 او 6 سنين لاي سبب ايا كان، يبقى في جاب او فتره طويله، هيبقى في فتره طويله المكان ده فاضي. فبيحصل بعد كده ان اللي طالع بعديه بيحصل له اعوجاج، ودي حاجه خطيره جدا. يعني الاهالي فعلا زي ما حضرتك قلت ما بيهتموش بيها، بيستسهلوا كمان. المفروض ان احنا بنعمل في الحاله دي حاجه اسمها علاج عصب للاطفال، وبنركب بعدها زي كراون او طربوش، بيبقى اسمه كروم ستيل كراون، ده خاص للاطفال. المفروض ان هو بيحافظ على الضرس ده في مكانه لسببين. السبب الاولاني ان هو يؤدي وظيفته الفتره اللي فاضله من عمره، مضغ، وان هو يتاكل عليه كل الوظائف بتاعت الاسنان. مع اختلافها يعني.
والسبب الثاني ان هو يمنع موضوع الكراودنج او تزاحم الاسنان اللي بيحصل بعد كده في فتره من عمر الطفل لما يكبر يعني شويه. بس احنا للاسف هنا في مصر دكتور محمد ماشيين بمبدا وجع ساعه. وجع ساعه على كل ساعه. للاسف يعني تلاقي المريض جاي سواء مريض بالغ او كبير او مريض جايب ابنه جاي او بنته، فيقول لك دكتور اخلعه له وخلاص. تمام. يعني فعلا زي ما حضرتك قلت ثقافه الاسنان وان قد ايه اهميتها، وان فعلا زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان المعده بيت الداء ومشاكل المعده بتبتدي من اول جهاز الهضم. الفم والاسنان مظبوط. يعني الاكل لو ما اتمضغش كويس. تمام. ولو ما اتطحنش كويس وما عداش على القناه الهضميه علشان خاطر يبتدي افراز العصاره المعويه علشان خاطر يتم هضم الاكل بصوره صحيحه هتعمل مشاكل معانا. مظبوط كلام سليم. تمام. طب احنا عايزين برضه دكتور محمد نتكلم. طب استاذنك معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام اسامه اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور انا عايز اسال سؤالين. تحت امرك يا فندم. حاجه بنتي عندها 6 سنين. هي السنه اللبنيه اللي تحت فضلت تتهز بس ما اتخلعتش لغايه لما طلع سنه وراها. عظيم عظيم. فوديتها للدكتور وشافها. السنه بقى اللي جنبها برضو نفس الطريقه يعني بتتلخلخ وبعد كده تثبت ما بتنطرش لوحدها. اللي هي السنتين اللي تحت قدام. واللي جنبها نفس الطريقة، لقيت اتنين تحت برضه بيتلخلخوا بس مش راضيين يتشيلوا، فهل انا لازم اروح اخلعهم زي التانية عشان ما يبقاش فيه مشاكل؟ طيب هو طبعا يعني سؤال. اتفضلي. انا كنت مركبة طربوش. يعني الدكتور كان بارد لي الضرس خالص ومركب الطربوش، فانا بقالي سنة مركباه فوقع، فانا عايز اعرف اعمل ايه وايه الحاجة الكويسة يعني عشان نعرف اعرفها يعني. طيب انا خلي وطبعا هو مخروم دلوقتي. الضرس مخروم ولا الطربوش اللي مخروم؟ هو الضرس مبروط خالص. مبروط. لا الطربوش وقع. تمام. بقاله سنة حضرتك مركباه يا فندم. طبعا مبروط خالص ومخروم لجوه. مركبه الطربوش بقاله سنة بالظبط. سنة ووقع. طيب خلاص انا هخلي دكتور محمد يرد على حضرتك، شكرا جزيلا للاتصال. أول مشكلة عندنا اللي هي المفروض سما مشكلة 6 سنين. عندها السنة اللبنية اللي تحت سنة متلخلخة وراحت للدكتور خلعتها. تمام. والسنة الثانية ظاهرة ورا. السنة البيرمننت أو السنة الدايمة ظاهرة ورا. ظاهرة ورا. والسنة الثانية بتقول اتلخلخت شوية وسبت دلوقتي وبالإضافة كمان السنتين اللي جنبهم. ما هو دي من المواضيع برضو اللي إحنا كنا المفروض نتكلم فيها. موضوع حكاية إن الطفل بيتأخر عن ميعاد تطليع الأسنان الدايمة في ميعادها، يعني هي المفروض مثلا السنة اللي تحتي بتطلع في سن 6 سنين. ستارتنج بداية من 6 سنين. لما الموضوع المفروض ان هو يتاخر المفروض ان هي بتتعرض على طبيب. ليه؟ لان ده من مسببات التزاحم او الكراودنج اللي احنا قلنا عليه. ايه هي فيزيكال اوبستراكشن او عائق جسدي او مادي. عائق مادي. يعني السنه اللي تحت في عائق مادي قدامها مخليها مش عارفه تطلع. ففي فرصه بتحصل عشان تطلع او قوه بتزقها عشان تطلع، فكده كده القوه دي موجوده. فلو ما تشالش العائق المادي اللي قصادها ده اللي هو السنه القديمه السنه اللبنيه لو ما اتشالتش في الميعاد المظبوط بيحصل تزاحم بعد كده، ودي حقيقه. فالمفروض ان هي تعرض بنتها على دكتور يحاول يشيلها السنه اللي هي موجوده لغايه دلوقتي وما اتشالتش. بس طبعا بعد طبعا ما يطلب منها اشعه بعد الفحوصات. يعني بعد الفحوصات اللازمه لو لقى ان هي متاخره بيتدخل يعني. بيتدخل هو. طب هل دكتور محمد طبيعه الاكل بالنسبه للاطفال بتعجل او بتبطئ عمليه التبديل والتسنين؟ والله مش كله يعني يا دكتور عمرو، في حاجات وحاجات يعني. يعني بنفضل احنا مع الاطفال يعني ان يكون في تغذيه معينه. طبعا يعني الكالسيوم مثلا شيء اساسي وما فيش ام مش عارفه المعلومه دي. عارفه الكالسيوم دايما يقول لك الطفل عنده نقص كالسيوم وهو اصلا ما عملوش تحليل بالزبط. يعني تبقى جايلك يعني هو طبعا مشاكل الكالسيوم بتخش في حاجات كتير يعني. مش لازم يبقى نقص بس، يعني ممكن يكون هو الانتاج بتاعه مظبوط يعني بيدخل كالسيوم لجسمه بالكميات المظبوطه او الكميات المتعارف عليها لكن امتصاصه من الجسم لكن نفسه عنده مشكله في جسمه. مشكله في مشكله في الامتصاص عنده. فمشاكل الكالسيوم كتير، مش يعني مش مشكله واحده زي ما الناس متخيله. وكمان في نقطة مهمة يا دكتور محمد، أنت بتلاقي إيه؟ بتلاقي الأم داخلة علينا في العيادة وتقول لك دكتور اكتب له كالسيوم. فللأسف ده خطأ شائع إن إحنا أغلبية الأطباء بيكتبوا كالسيوم من غير ما يطلبوا تحليل كالسيوم. تمام. أنا ممكن أكتب لطفل كالسيوم وهو أوريدي زي ما حضرتك قلت إنتاج الكالسيوم في جسمه كويس. مظبوط. بس أنا عندي مشكلة أو خلل في امتصاص الكالسيوم، فأنا بكتب حاجات مساعدة عشان خاطر تسهل لي امتصاص الكالسيوم. امتصاص الكالسيوم. مش أنا أدي له كالسيوم زيادة وهو أوريدي أو هو أوريدي جسمه فيه كالسيوم مظبوط. الموضوع مش بيستاهل يعني. بالظبط. طب بالنسبة لأم سما نفسها بقى بتقول إنها مركبة طربوش ووقع والضرس مبرود على الآخر. فهي عايزة حل يريحها يعني طبعًا. طبعًا هي لازم أخصائي يشوفها.
لان لو الضرس حالته تسمح ان هو يتركب عليه تاني بتعمل له تركيبه تانية. لو حالته ما بتسمحش بيبقى في تدخل جراحي في حجم الضرس نفسه. لو مساحه الضرس اللي هي كمان الطربوش صغيره لازم تمام يعني حجمه وشكله والمسافه ما بينه وبين الفك والمسافه اللي بينه وبين الفك اللي فوق درجه التسوس اللي حصلت له. لان ممكن يكون حصل له تسوس تاني بعد ما الطربوش القديم وقع، فلازم تتعرض على واحد يشوفها وبيحدد بقى اذا كان يتشال ولا يفضل وتعمل له تركيبه تانية. اذا كان يعاد استخدامه تاني ولا محتاج تعمل طربوش وتقوي الضرس. هي قالت ان اللي معاها اتخرم تقريبا. لا هي بتقول الضرس نفسه هو مبرود. هي يعني المصطلح نفسه ان الضرس لو الكراون او الطربوش اللي معاها سليم ممكن يعاد تركيبه تاني. مفيش اي تركيبه تاني لو الضرس حالته سليمه. لو الضرس حالته سليمه وهو يعني مظبوط عليه او على المسافات والمساحات بتاعته. طيب تمام. طب نرجع بقى لموضوع النهارده على الاعوجاج. تمام. هل يا دكتور محمد كطرق وقايه او علاج للاعوجاج نفسه بتفرق من سن لسن؟ يعني مثلا انا جالي طفل مثلا في مرحله ما قبل البلوغ. طبعا بتفرق. تمام. طبعا بتفرق فرق شاسع. يعني احنا عندنا مثلا في حاله اللي هي بتاعت الكلاس 3 مثلا، او زي ما انت عارف حضرتك ان المفروض ان الفك اللي فوق هو اللي بيقفل على الفك، بيبقى سابق الفك اللي تحت. في كلاس 3 بيحصل عكس، بيبقى الفك اللي تحت هو اللي هو بيبقى فيه ضبط بروز للبروز للمانديبل او الفك السفلي شويه عن الفك اللي فوق. الحاله دي يمكن علاجها قبل سن البلوغ. بعد سنة البلوغ غالبا بيبقى لازم تدخل جراحي. تدخل جراحي بيحصل ان هو بيعدل شكل العظم تاني بتاع الفك السفلي، بحيث ان هو يرجع عضته الطبيعيه اللي هي ان الفك اللي فوق الفك العلوي يبقى قافل على الفك، ما يبقاش العكس. يعني هو الطبيعي ان الفك اللي فوق برضه بنسبه معينه عشان ما يعملش ضب قدام في الفك اللي قدام. يعني المفروض ان السنه اللي فوق بتبقى مغطيه تقريبا تلتين السنه اللي تحت. طيب بعد البلوغ بقى ممكن بقى نتكلم في الحلول اللي هي ما بعد البلوغ، او خلاص كده العظم تكوينه قفل يعني ما فيش نمو تاني. تمام. وحصل تزاحم للاسنان او الاسنان بدات بالبرده كده تتراكم وتركب فوق بعضها. تمام. فاحنا محتاجين بقى الحلول بدايه من استشاره الطبيب ونهايه بالحلول التدخل بقى بتاع الطبيب نفسه. طبعا هو الطبيب بيبني رايه على حاجات كتير، يعني منها الكلينيكال اكزامينيشن او رؤيته للحاله نفسها، فحص الحاله نفسها. تمام. بعد كده بيطلب اشعاعات لو الحاله مستدعيه اشعاعات، زي في اشعه اسمها السفالومتريك او بانوراما او الكلام ده كله. وثالث حاجه بقى بيحدد الخطه العلاجيه اللي هو بيحطها للموضوع. يعني في حالات ممكن بتتعالج ببساطه، في حالات ممكن نعمل لها لامينيت او اللي هي قشور الاسنان او عدسات الاسنان اللاصقه والكلام ده، وفي حالات بتستدعي تقويم لازم فيها تقويم. في حاجات لازم نشيل فيها اسنان عشان خاطر التقويم نفسه ياخد مساحه يرجع اسنان نفضي مكان في الفكين. نفضي مكان في الفك عشان خاطر نرجع اسنان للوضع الطبيعي. بالظبط. طيب مشاكل بقى يا دكتور محمد، مشاكل الاسنان لو كان فيها تراكم مع بعضها او اعوجاج مع الوظائف الحيويه للجسم. يعني حضرتك عارف ان في ناس بيجي لك يقول لك يا دكتور انا مش بشتكي من حاجه بس على طول فاتح بقي. السنان طبعا تلاقي مثلا في ضب في الاسنان، تلاقي زي ما حضرتك قلت كلاس 2 ان الفك يبقى سابق تحت او كلاس 3 الفك اللي فوق. وتلاقي ان المريض طول الوقت اسنانه بعيده عن بعض وهو في القعده الطبيعيه بتاعته اسنانه بعيده. تمام. فايه من الاضرار او المشاكل على بقيه الوظائف الحيويه بتاعت الجسم؟ والله يا دكتور عمرو، هو مشاكل الموضوع ده كتيره قوي. بتبتدي طبعا من الجهاز الهضمي، لانه ممكن يكون ما بيقديش وظيفه الاسنان الاساسيه اللي هي المضغ والطحن الاكل والمضغ والكلام ده، فبتعمل له مشاكل في المعده والجهاز الهضمي. دي مشكله. المشكله الثانيه ممكن مشاكل في الجهاز التنفسي، يعني بتخليه مش عارف ياخد نفسه كويس او مشاكل من كده. المشكله الثالثه بتعمل تراكم للجير اعلى بكتير قوي من المعدلات الطبيعيه بتاعته عند الناس اللي ما عندهاش اعوجاج. طبعا تراكم الجير ده ليه مضار طبعا كتيره جدا، الروائح الكريهه وتسوس الاسنان وتاكل يعني اللثه والتهاب اللثه وتراجع اللثه والكلام ده كله بيحصل نتيجه دي. وبتحصل بصوره اسرع بكتير قوي من الحالات العاديه طبعا. يعني مع المريض اللي عنده تزاحم في الاسنان وبيتنفس من الفم، يعني سبحان الله اللعاب نفسه من احدى وظائفه عليه المواد الانزيمات الطبيعيه والمضادات الحيويه الطبيعيه، فدي بتقتل البكتيريا.
فالهواء لما البني ادم بيتنفس من الفم بتبتدي تعمل دراينس او بتنشف الانسجه المخاطيه. وغير كده كمان لما بيحصل اعوجاج ممكن بتلاقي في اماكن ما بتوصلهاش مثلا الفرشه او ما بيوصلهاش الووشنج ميكانيزم بتاعت الاكل. يعني انت عارف حضرتك الاكل لما حركه بيجي اللسان مع حركه الأكل. اللسان مع الاكل والكلام ده بتعمل زي عمليه غسيل بتغسل فطبعا لما بيحصل تزاحم في اماكن ما بتوصلهاش اللسان ولا الفرشه ولا الكلام ده كله فصعب الوصول ليها فعلا. صعب الوصول ليها فبيحصل بقى تراكم للبكتيريا والفضلات بتاعت الاكل والكلام ده في الحته دي فبتبقى مشكله كبيره بعدين يعني. طيب تمام. انا برضو يهمني دكتور محمد ان احنا نتكلم نغطي يعني بصوره موسعه اكتر مشاكل الاعوجاج عند الاطفال لان هي طبعا دي المرحله اللي تهمنا جدا. كل ما نكتشف المشكله بدري كل ما يكون علاجها اسرع واحسن وارخص. لان طبعا معروف ان العلاج لما بيوصل لمراحل متاخره في المرض او في المشكله نفسها مظبوط العلاج بتبقى تكلفته اعلى تمام وبتاخد وقت اطول. فنهمني جدا ان احنا نعرف في حكايه التكلفه دي برضو انا ليا يعني تعقيب كده دكتور عمرو. يعني في اهالي بيجوا بيبقوا مستغلين مثلا موضوع ان هو يعمل علاج عصب وطربوش للطفل في سنه هي كده كده هتتشال. ده بيكلف نفسه بعد كده تكلفه اعلى بكتير لانه بيخش في تقويم وحضرتك عارف ان التقويم غالي شويه طبعا غالي بس غالي بسبب التكنيك والميكانيزم بتاعه مكلف طبعا يعني كل حاجه فيه مكلفه كتقويم كعلم يعني كعلم يعني فهو كده يعني هو كده ما بيوفرش على نفسه بالعكس هو مستقبليا بيوسع اضعاف مضاعفه بيوسع الموضوع المشكله على نفسه. بالظبط غير ان هو يعني الناس بيشوفونا التكلفه بالنسبه لهم بتبقى صعبه. لا احنا بنقول يا جماعه يعني عياداتنا مفتوحه الجامعيه بالظبط عياداتنا مفتوحه لاي حد وفي نفس الوقت برضو المستشفيات الجامعيه اللي فيها كليات طب اسنان بتقدم الخدمه دي فور فري او مجانا وخدمه كامله خدمه كامله للاطفال وخدمه كامله للكبار وخدمه كامله بالذات للاطفال اللي عندهم مشاكل صعبه في الاعوجاج وفي التسوس والكلام ده كله. طب دكتور محمد برضو عايزين نتكلم على ان الاطفال وبالذات في سن الرضاعه ان بيجي لنا اطفال مثلا بعد ما يكملوا سنتين ثلاثه وبنشوف المنظر ده شائع عندنا بنلاقي الاسنان عامله زي الابر او الدبابيس من قدام ودونها بني واسود تمام. فطبعا دي من احد الاسباب اكيدا اللي بتسبب اعوجاج الاسنان عند التبديل بعد كده مظبوط. فاحنا عايزين نتكلم على الوقايه يعني احنا يعني زي ما بيقول المثل الوقايه خير من العلاج فاحنا مش عايزين نوصل لمرحله الدبابيس او الشكل السيء بتاع الاسنان التسوس ده فعايزين ننصح الامهات وبالاخص طبعا اللي هم سواء بيرضعوا بالاخص اللي هي البوت الملك او اللبن الصناعي تمام عايزين ننصحهم نعمل ايه مع الاطفال في السن ده وتغذيه والكلام ده كله. والله دكتور عمرو حل الموضوع ده بسيط جدا يعني المفروض ان الام بعد الرضاعه وخاصه قبل النوم يعني المفروض ان هي بقطنه مبلوله ميه تمسح بس اسنان الطفل الاسنان او الدرادير حتى بالظبط كده لان دي يعني بتؤدي عمل الفرشه واما كانتش يعني نفس الشكل بس بتؤدي عمل الفرشه بالنسبه للاطفال الرضع يعني بالظبط لان حضرتك عارف طبعا ان اللبن بيبقى فيه لاكتيك اسيد واللاكتيك اسيد ده لما بيتراكم على الاسنان وخاصه خلال فتره النوم بيؤدي لتسوس فالتسوس ده بعض الحالات بيبقى غير قابل للعلاج بالذات لو في الاسنان الاماميه بتاعه الاطفال الطفل يعني استحاله نسيطر عليه يعني في طفل سنه ولا سنه ونص ولا صعب سنة جدا يعني فهو الاجراء بسيط وفي نفس الوقت فائدته كبيره في حاجه ثانيه يا دكتور عمرو كنت عايز اقول لحضرتك عليها حكايه السبيسنج اللي في اسنان الاطفال المسافات او حكايه المسافات الفلجات اللي ما بين يعني معظم الاباء والامهات لما بيشوفوا المنظر ده بيجي لك كتير طبعا في العياده حد يسالك يقول لك المنظر ده مش طبيعي لا ده هو ده المنظر الطبيعي ده المفروض يكون عليه كده اللي هو تمام. اللي بنسميه الاجل داكلينج ستيج دي تمام لا وقبل الاجل داكلينج ستيج كمان اللي هي الفتره اللي فيها كلها ديسيديوسيس او الاسنان اللبنيه كل بقى اسنان لبنيه حته ان يبقى في بين اسنان مسافات ده الطبيعي يعني في دراسه بتقول لك ان لو ما فيش المسافات دي بين الاسنان بيبقى 66% بعد كده هيحصل له التزاحم اللي احنا بنتكلم عليه يعني لما يكبر بعد كده لازم بنسبه 66% يحصل له موضوع التزاحم ده ومشاكل السبيسنج ده بيعوض فرق الحجم ما بين السنه الدايمه والسنه اللبنيه السنه اللبنيه الصغيره في كذا ميكانيزم او كذا طريقه لتعويض المسافات حضرتك عارف لكن احنا بنتكلم في حكايه السبيسنج ده لان في امهات لما بيشوفوا المنظر ده بيتضايقوا بيحسوا ان هو مش طبيعي بالعكس ده هو ده المنظر الطبيعي ده الطبيعي حبينا طب وهل السبيسنج اللي بيحصل في المرحله زي دكتور محمد وجات ام وعايزه يتم تدخل في الاسنان اللبنيه هل من الصح ان انا اخلع الاسنان اللبنيه في السن ده وازود السبيسنج كمان يعني لا ما هو مش انا المفروض ان انا امشي ورا طبعا ورا راي الاباء والامهات في الفتره دي يعني
انا كطبيب المفروض ان حضرتك بتشرح للمريض كل الاوبشنز او الاختيارات اللي قدامه وابعاد الحاله وابعاد الحاله والكلام ده كله، وهو اللي بيختار سواء طفل او كبير. احنا ما بنتكلمش عن طفل او كبير بس. في حاله الطفل اعتقد ان الموضوع بيبقى اخلاقي شويه، يعني في حاله الكبير لو المريض ينفع له حل واثنين وثلاثه، وانت عرضت عليه وقلت له مزايا ده واضرار ده ومزايا ده واضرار ده، وهو اختار الحل الأسوأ بعد ما انت فهمته الحاجه كلها، طبعا خلاص انت بتضطر تنزل على راي مريض. طبعا هو في حاجه اسمها كونسنت، يعني المفروض ان المريض بيمضي على كل حاجه هو موافق عليها او كل حاجه هو عايزها والكلام ده كله. لكن في حاله الطفل بيبقى موضوع اخلاقي شويه. هو برضه بالنسبه لنا يعني الحل الاسوء اللي بيختاره المريض اللي احنا ممكن نوافق عليه، نفترض ان هو داخل بمشكله في سنه او في ضرس وقال لك اخلعها لي، واحنا بنقول له لا، ان السن او الضرس بقى يصلحوا ان هم يحافظوا عليهم او نخليهم وما يكونش فيهم مشكله، فساعتها المريض هو بيقول لك لا اخلعها لي. فهو ده يعني اسوء حاجه او اسوء قرار بالنسبه لنا احنا كاطباء اسنان، دايما بنقول ان اخر حاجه بفكر فيها الخلع. فلو المريض اصر على موضوع الخلع الاسنان ده قراره في الاول والاخر. لكن حضرتك بتقول ان بالنسبه للاطفال لا، الموضوع اخلاقي فعلا في الاول والاخر. الموضوع اخلاقي في الاول وفي الاخر، يعني ما في حاجات انت ما تقدرش تدخل فيها زي موضوع السبيسنج او الفلاجات او التباعد اللي حضرتك بتقول عليه ده. يعني ما يجيليش اب عايز يشيل سنه او اتنين عشان يغير حاجه او يعدل المنظر في حاجه وانا وافقه، طبعا لا، حاجه مش منطقيه. يعني طب نفترض دكتور محمد ان طفل لاي سبب من الاسباب زي ما حضرتك قلت وقع مثلا هو في المدرسه، تمام، او طفل مثلا وهو بيهرج مع اخوه في البيت فوقع اتخبط في ترابيزه فالسنه اتكسرت، فلاي سبب من الاسباب، او مثلا سوست واولياء الامور اهملوا السنه لحد ما السنه اضطر الدكتور ان هو يخلعها، تمام، فهيصبح عندنا في جاب او سبيس ما بين الاسنان وبعضها، وكمان سبيس زمني ما بين تبديل السنه الجديده وما بين ان الفرد هيقفل، تمام. فايه الحل الوقائي او الحل الامثل بالنسبه لنا ان احنا ممكن نعمله لو الطفل اتعرض لخبط في اسنانه، لو الطفل اللي وقع على اسنانه في المدرسه والكلام ده كله؟ طبعا هو يعني في حلول كذا حل يعني، بس احنا بنتكلم في ان لو السنان دي من الاسنان الخلفيه وما فيش امكانيه لان هي تبقى ريستورابل او ان هي تتصلح تاني، بنعمل له حاجه اسمها سبيس مينتينر او حافظ مسافه، حافظ المسافات او حافظ المكان، تمام. دي حاجه زي تركيبه كده ليها شكل معين بتتحط للاطفال في الوقت ده، بتفضل معاه لغايه لما يجي السنه اللي طلع بعدها وقتها ان هي تطلع. اول ما تظهر بنشيلها على طول. اول ما تظهر بنشيلها على طول. حافظ المسافه ده المفروض ان هو بيؤدي وظيفه الضرس في ان هو حافظ المسافه بين اللي قبليه وبين اللي بعديه، وليس وظيفه اكل او مضغ عليه، هو بس ما بيأديش وظيفه الاكل مفتوحه بالظبط كده، هو من اسمه يعني حافظ مسافه، يعني مسافة. بيأدي الوظيفه دي بس. في الاسنان الاماميه بقى لو السنه مش قابله لل ان احنا نحافظ عليها او نحافظ عليها او نعالجها او الكلام ده كله، واضطرينا ان احنا نشيلها، يا اما بنسيبها كده لان غالبا الاسنان الاماميه ما بيحصلش فيها، يعني مش هيحصل فيها حكايه ان هي تقفل على بعض زي الاسنان الخلفيه، تمام. يا اما بقى بنضطر نعمل له حاجه زي تركيبه متحركه، بس ده حل مش مستبعد شويه، مش عملي في السن ده، يعني لان الطفل في السن ده اكيد مش عارف يحط تركيبه متحركه وحافظ عليها والكلام ده والنظافه والكلام ده بالظبط. طيب برضه كمان دكتور محمد، بيبقى مثلا طفل وهو في المدرسه وبيهرج مثلا مع زمايله ولا حاجه، او مثلا في نادي بيلعب رياضه ما وفيها عنف، تمام، او فيها قوه شويه، فالسنة اللبنية بيتخبط او بسبب الخبط السنة اللبنية بتقع كلها بالجدر بتاعها، ودي الى حد ما اذا كان الموضوع مش كتير بس بتحصل، افالجن، اللي هي الافالجن بالظبط، ان طفل وهو بيلعب يتخبط، حد بيهرج معاه يخبطه في وشه، فالسنة تقع كلها وتطلع بالجدر بتاعها، تمام. فعايزين برضه نعرف الامهات او اي حد بيشوفنا دلوقتي ايه السبل الوقائي المتبع في حالة زي كده. هو المفروض يا دكتور عمرو ان في حاله زي دي ان السنه بتتحط في حاجه من الاثنين، يا اما في لبن تتحط فيها، لان اللبن ده ميديا يعني زيه بيقارب زي اللعاب، يا اما بتتحط تحت اللسان بتاع المريض نفسه، ويروح في نفس الوقت الاخصائي المفروض ان هو بيرجعها له مكانها، يعمل له زراعه وقتيه، يعمل له زراعه وقتيه للسنه نفسها، وبيثبتها بطريقه معينه والكلام ده. او لو اتثبت بره طب مش هتنفع خلاص، يعني هو الحل الوحيد اللي قدامنا ان هي تتحط في ميديا من الاثنين اللي انا قلت لحضرتك عليهم دول، وفي نفس الوقت يتم تركيبها. ما حصلش الموضوع ده ايميديتلي او في نفس الوقت، خلاص ما في خلال تقريبا ساعتين من حدوث الوقعه، تقريبا ساعتين، في خلال ساعتين من حدوث الوقعه، تمام. طب لو مثلا المكان اللي وقع فيه مثلا وقع في مكان فيه تراب،
مكان يعني مدى النظافه فيه مش قد كده، مدرسه في 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 نادي، تمام، في الشارع، في الكلام ده كله، هل طريقه الزراعه الوقتيه دي تنفع مع الاطفال ولا برضه بيبقى محتاجين المكان يكون يعني لا طبعا احنا محتاجين موضوع ال السراوند او نحافظ على المكان بتاعها. هو الموضوع بيبقى نسبي يا دكتور عمرو، يعني ممكن الموضوع ينجح وما ينجحش، بيبقى كل يعني مش شغل شرط ان هو ينجح بنسبه 100% او مش شرط ان هو يفشل بنسبه 100% بالظبط. لكن طبعا احنا كل ما حافظنا عليها من العوامل الخارجيه اللي احنا اللي حضرتك لسه كنت بتتكلم عليها يكون افضل طبعا. يعني استنى مثلا لو حصل حاجه زي كده بتتغسل بشويه ميه وبعد كده المفروض زي ما حضرتك تتحط في لبن او في او في تحت او تحت اللسان، او ممكن كمان تحط في محلول الملح طبعا ده او محلول ملحي محلول ملحي تمام، بحيث ان ويكون الوقت بس احنا بنتكلم عن الحاجات المتداوله المتاحه مع الناس يعني. مثلا في قريه في مكان ما يكونش فيه بالزبط. بعيد عن صيدليه ولا اي حاجه، فمش هنوفر محلول الملح يعني تمام، وبعد كده يتم الانتقال في خلال ساعتين لاقرب طبيب اسنان هو يتعامل مع الحاله بعد كده تمام. طيب بالنسبه برضه دكتور محمد عايزين برضه نتكلم على اعوجاج الاسنان وتأثيره كمان على أنواع الأكل، أو بمعنى أصح أكيد الأسنان لما تكون معوجة أو بيكون فيها مشاكل أكيد طحن الأكل نفسه وقطع الأكل وتنزيل الأكل بالظبط. ما ده اللي احنا اتكلمنا عليه في الأول اللي هو الجهاز المعدي، طبعا بتعمل له مشاكل كتيرة في الجهاز المعدي، يعني ممكن طبعا بتتعب القولون والكلام ده كله بسبب إن الأكل ما بينزلش بصورة صحيحة مقطع أو ما تمش طحنه كويس بقى. ما تطحنش كويس زيه زي البني ادم العادي اللي ما عندوش موضوع الكراودنج او التزحم بتاع الاسنان ده. بس هي يعني الموضوع دكتور عمرو قابل للحل، بس هي يعني المفروض ان انت زي ما قلت لحضرتك انت بتعمل الفحوصات اللازمه والكلام ده كله وبعد كده تبتدي على طول في الحل، يعني ما تستناش ان انت يحصل لك مشاكل وبعدين تروح تدور على الحل. يعني زي ما احنا بنقول دايما الوقايه خير من العلاج طبعا، وان المشكله في اولها بيبقى حلها اسهل كتير من بعد كده طبعاً. طب يا استاذك في فيديو معانا عايزين نوريه لحضرتك كده ونشوف الفيديو بيشرح اعوجاج الاسنان ازاي. تمام كده ده الصوره بتبين هنا يا دكتور محمد، هو عنده اعوجاج في الفك السفلي وعنده فوق في الفك العلوي كان حشوات قديمه بقى وتسوسات وكلام ده. الصوره هنا بتبين عدسات الاسنان او اللينسز الفينيرز دي قد ايه بتفرق في الشكل ما هو ده اللي هو ده اللي هيبان في الفيديو يعني اهم حاجه هتبان في الفيديو ده الشكل. دي مرحله اختيار اللون طبعا، اختيار اللون واحجام العدسات اللي هتركب على الاسنان نفسها، ودي التحضيرة يعني ناس كتير بتسأل ازاي الحاجات دي بتركب على الاسنان، بيحصل تحضيرة زي ما حضرتك شايف كده بدون بنج وبدون ألم بدون أي مشاكل خالص. لا يعني هي مش محتاجة بنج قوي، أو ممكن ندي بنج حاجة بسيطة يعني بس عشان خاطر الحساسية والكلام ده. حضرتك عارف إن من إحدى حاجات اللي بتخلي الناس يعني تقدم رجل وتأخر 10 لما البنج العيادة منظر حقنة البنج، فيقول لك عن الحقنة منظرها بشع شوية بصراحة دكتور عمرو، هي منظرها مؤلم. ده حالة دي في بني ادم كبير ده كده بعد التحضير يا دكتور محمد، كده بعد التحضير يعمل يعني تشيك على التحضيرة بتاعته مظبوطة في حاجة ناقصة. هنا دي معالجة السطح بتاع الأسنان، يعني دي طريقة من طرق التركيب إن هو عشان نلزق عشان تلزق العدسة نفسها بتاعت الأسنان نفسها. معالجة السطح دي بتعمل حاجة زي خشونة شوية على السطح بتاع السنة عشان خاطر المادة اللاصقة بعد كده لما يجي يحطها تمسك فيها بطريقة أفضل. بصراحة في الكام سنه الاخاره دول حصل طفره رهيبه جدا في تجميل الاسنان، في التركيبات والتجميل والتركيبات وبقت الحاجات كمان بقت في المتناول. يعني الحاجات دي دكتور محمد لو تفتكر من حوالي مثلا 15 سنه ولا حاجه لا كانت صعبه جدا، كانت صعبه جدا ماديا كانت كارثه، وكانت معامل مخصوصه بره مصر اللي بتتعمل، بره مصر اللي بتعملها وتبعتها بالدي اتش ال وتجي لك بعدها بفتره لكن الحمد لله دلوقتي احنا وصلنا من درجه المهاره والتقنيه العاليه وعندنا. انا عايز اقول لحضرتك كمان يا دكتور عمرو ان التركيبات دي ظهر منها حاجه احدث كمان اللي هي النو بريب، النو بريب من غير تحضيرات حتى، يعني خالص. لو في
مريض مش حابب حكايه التحضيرات دي، ان هو ياكل شويه في طبقه المينا ولا حاجه، ف بتتعمل من غير تحضيرات. دي بقى ده كده الماده اللاصقه تحت العدسات نفسها، دي الماده اللاصقه بقى اللي بتتحط بتمسكها. طبعا هو هنا بيشيل الاكسس او الزيادات. وطبعا الحاجات دي يا دكتور محمد العمر الافتراضي بتاعها عالي جدا دلوقتي. لا احنا بنتكلم طبعا في سنين طويله دلوقتي. يعني مينيمم او الحد الادنى للعدسات دي تقعد لها تقريبا من 7 ل 10 سنين تقريبا، بس طبعا وممكن اطول، بس احنا بنتكلم في الحد الادنى يعني. احنا بنتكلم بقى في ان لازم المريض يبقى العنايه طبعا العنايه يعني بيها دي شيء كاي حاجه في الدنيا يعني. بالظبط ده شيء طبيعي يعني. المينتيننس دي او الصيانه الدوريه او العنايه دي حاجه مطلوبه في اي حاجه. ده منظر ده بصراحه تسلم ايدك، الشكل يعني ما شاء الله يفرق كتير. لا فرق كتير جدا يعني قبل وبعد الحاجه، وبص حتى الابتسامه، ويعني تحس ان في بني ادم تاني طبعا. يعني انت تحس ان انت عملت بني ادم مش عملت سنين. لا المنظر نفسه بيختلف في الابتسامه 180 درجه يعني. ده هي فعلا جواهر البني ادم فعلا يعني. يعني فعلا موضوع السنان ده اهميه قصوى وبيقابلنا ناس كتيره طبعا. بص كده دي كده الصوره قبل وبعد، المنظر فارق جدا يعني. تسلم لك يا دكتور محمد، الشكل فعلا رائع بصراحه. وقد ايه فعلا احنا بنقابل ناس ابتسامتهم بتلاقي الناس حاطه ايدها على بقها يعني. تمام. من كتر ما هي محرجه من منظر اسنانها، او تلاقي الناس هم بيضحكوا بتبقى الابتسامه المصطنعه الصفراء اللي هم يبقوا لازقين شفايفهم خايفين ان اسنانهم تبان. دي تعمل له مشاكل على فكره في الاعوجاج. طبعا من كتر ما هو بيبقى شادد شفايفه على اسنانه فبتزود الاعوجاج بتاع الاسنان. بتزود الاعوجاج بتاع الاسنان، لان طبعا العضلات بتاعه الفم والمخ بتدي قوه على الاسنان، نفس فكره جامد. التقويم يعني بتعمل ضغط على الاسنان نفسها، فبتبقى نفس فكره التقويم ان هي بتحرك السنان، بتحرك الاسنان من مكانها، او ممكن تؤدي لعوجك فعلا. طبعا الموضوع بيبقى سخيف جدا يعني. احنا بس عايزين نطمن الساده المشاهدين ان اي مشاكل الحمد لله بقى ليها حلول، واللي بنأكد عليه ان المشاكل لما بيتم اكتشافها في الاول يعني. والله يا جماعه مهم جدا ان الطفل يكون ليه الطبيب اللي بيتابع معاه منذ صغره. الموضوع مش حكايه رفاهيه يعني، فعلا في امراض كتيره بيتم اكتشافها بخلاف الاسنان. احنا بنتكلم على ان في امراض كتيره بيتم اكتشافها للطفل الصغير لو تابع مع الدكتور بتاعه بصوره دوريه. وبرضه هرجع واعيد وازيد ان الحمد لله الوزاره مقدمه خدمه طبيه تكاد تكون متكامله للاطفال يعني. المستشفيات الحكوميه والمراكز الصحيه كلها فيها اقسام اطفال، اقسام اطفال، وبقوا على مستوى عالي ومن التدريب والمهنيه يعني. اكيد حضراتكم بتروحوا مثلا اثناء الجرعه بتاعت التطعيم للطفل، بيقيس الوزن وبيقيس الطول وبيشوف حاله الجسم وبيشوف اذا كان في شفه ارنبيه. برضو من احد الحاجات دي يا دكتور محمد كنت عايز اتكلم حضرتك فيها دلوقتي بقى حديثا عندنا في مصر ان هم بيشوفوا موضوع لو كان في حاجه اسمها الشفه الارنبيه، او اللي بيكون في قطع في الشفه اثناء الولاده. يعني الطفل او الرضيع بيتولد بيكون في اول ما بيتولد بيكون في الشفه غير مكتمله النمو، فدي بنسميها الشفه الارنبيه، او بيكون عنده سقف الحلق غير مكتمل النمو، بيكون سقف الحلق نفسه بدل ما يبقى واخد شكل الحدوه بتاعه الحصان او شكل اليو، بيبقى فيه فراغ ما بين سقف الحلق وما بين التجويف الانفي. فالحمد لله الموضوع بقى يعني اقسام الاطفال على مستوى مستشفيات الجمهوريه فعلا بقت مدربه انها تكتشف الحالات من الصغر. والموضوع مش رفاهيه والله يا جماعه ان احنا نتابع للاطفال في الاول. وزي ما قلت لحضراتكم ان لو ما فيش امكانيه ماديه بنتربط على المستشفيات الحكوميه والمراكز الصحيه القريبه من مكان السكن. دكتور محمد يعني حته الشفه الارنبيه اللي جت كده في بالنا دلوقتي واحنا يعني طبعًا. في نهايه الحلقه فيعني نسمع بس منها كلمتين كده من حضرتك مهمين، لان طبعا الموضوع بدا يزيد برضه. الموضوع بدا يزيد، هو موضوع على فكره بيبقى غالبا نتيجه تعاطي الكحوليات يعني، للاسف، والتدخين والكلام من الحاجات دي. دي برضه نقطه مهمه، لان طبعا برضه معدل تدخين السيدات اثناء الحمل زاد للاسف في مصر. ما دي من تشوهات الاجنه اللي بتحصل، تشوهات الاجنه للاسف الشديد يعني. بس زي ما حضرتك قلت هو الموضوع دلوقتي بقى يعني سهل اكتشافه وسهل الحل في السن الصغير. لازم يتلحق في السن الصغير طبعًا. لان زي ما احنا قلنا لما بيتقدم العمر بعد كده بيبقى التدخل صعب، او التدخل بيبقى
النتيجه مش جراحي عنيف شويه او نتيجته طبعا ما بتبقاش زي السن الصغير. لا خالص، يعني لو بالبرد كده بيبقى الطفل حته لحمه حمراء بالظبط، فسهل قوي ان انا اشكل، وسهل قوي ان انا لو محتاج ان انا اعمل ترقيع للشفه الارنبيه مظبوط بتبقى سهل مش بيبان. ما بيبانش لان يعني الهيلينج او عمليه الشفاء بالنسبه للاطفال بتبقى احسن كتير قوي من السن الكبير يعني. بس ونفس الموضوع برضو لو في شق في سقف الحلق نفس الكلام برضو، اكتشافه سهل في السن الصغير وعلاجه سهل في السن الصغير، وعلاجه سهل وبرضو بيقي الطفل من مشاكل، لان سبحان الله حته الشق اللي موجوده او الكريفت ليب بيبقى بتاثر على الرضاعه، بتاثر على كل حاجه. هو الطفل ما بيعرفش يعمل الميكانيزم اللي هي الساكنج بتاعت الرضاعه. طبعا معانا اتصال من ام سامة، اتفضلي يا ام سامة. الو، الاتصال انقطع. حاولي تبقى معانا تاني يا ام سامة. اتفضل يا استاذ محمد. هو كنا بنقول انها بتاثر كمان على الرضاعه، ان الطفل على عمليه الرضاعه بنشوفه هو اثناء الرضاعه اللبن بيجي من مناخيره. تمام، لانه ما بيعرفش يعمل عمليه الامتصاص الكامله زي الطفل الطبيعي. اللي هو يعني ان هو يحكم الجهاز الاغلاق بتاع الجهاز الفموي بتاعه على الثدي بتاع الام علشان خاطر يقدر يسحب اللبن من ثدي، يسحب اللبن بصوره طبيعيه. تمام، بصوره طبيعيه. فهي مشكله ماساويه. طبعا طبعا، بس الحمد لله زي ما قلت لحضرتك يعني بحكم تعاملنا مع مرضى كتير، وبحكم ان احنا تقريبا بنتعامل برضو مع وزاره الصحه في كذا مكان، لا ده فعلا ده حتى التمريض نفسهم بداوا ياخدوا دورات تدريبيه مكثفه ازاي يشخصوا الشفه الارنبيه او يشخصوا المشاكل اللي موجوده في سقف الحلق من سن صغير. هو التدريب طبعا الدكتور عمرو يعني شيء اساسي. يعني احنا بنتكلم في ان على المستوى العالمي المفروض الطبيب بياخد حوالي يعني 200 ساعه سنويا كتدريب. تدريب حتى لو بقى له 50 سنه شغال. حتى لو بقى له قد ايه يعني لازم. طبعا. وهو يعني بصراحه يا دكتور محمد دي الحاجه الوحيده عشان خاطر بلدنا تتقدم، ان احنا فعلا العلم. طبعا لازم. يعني طول ما احنا فعلا بنفكر في اللي فات ونقعد نقول احنا احفاد الفراعنه واحنا مش عارف ايه، طب الفراعنه عملوا احنا هنعمل ايه؟ العلم هو فعلا السبيل الوحيد اللي بتخلي امم تتقدم وتوصل لاعلى مراتب العلم. دي طبعا دي حقيقه. طب عايزين بقى كده ايه يعني الفناله بتاعت حضرتك، او نقفل كده مع الساده المشاهدين نصايح 1 2 3 للسن الصغير. هو زي ما احنا قلنا دكتور عمرو يعني الوقايه دايما خير من العلاج. يعني دايما الام لما تلاقي مثلا موضوع تسوسه ده زاد عند الطفل، موضوع سنان عموما بشكل عام، النظافة بتاعتها والاهتمام بحكاية تنظيف الأسنان بعد الرضاعة في السن الصغير، فرشة ومعجون من سن صغير تحت رقابة الآباء والأمهات، ده شيء ما فيش منه طبعا مهرب. وبعدين هي حكايه الفرشه والمعجون دي عاده. لو الاطفال انت عودتهم من صغرهم على حكايه الفرشه والمعجون دي هتفضل معاه العاده دي حتى لما يكبر، وما تبقاش صعبه بعد كده ان هو يطبقها. اما لو ما عودتوش عليها فخلاص الموضوع بيبقى صعب برضه. الشيء لا يعطيه فعلا بالظبط كده. الطفل هيشوف ابوه بيصلي بيجي يصلي جنبه، ما بيصليش ابوه بيدخن بيمسك القلم يقلده. مظبوط، ده فعلا دي بتحصل. كلام يعني كلام سليم. فهو حكايه ان احنا ننتبه للطفل من صغره. لو الموضوع زاد او لو احنا عدى مننا المرحله دي بنعرضه برضه على طبيب، نشوف بقى حكايه تدخل بالتقويم، تدخل بالتركيبات زي ما حضرتك شفت في الفيديو الجميل في الفيديو ده. هو الفيديو ده ما كانش فيه كراودنج قوي يعني، بس احنا بنتكلم ان يعني الحل ده بينفع وبيفرق بينفع في حالات كتير من حالات الكراودنج او تزحم الاسنان. وبينفع طبعا في الشكل، يعني تاثيره هايل بصراحه. تقريبا بتتكلم في 180 درجه يعني، بيغير البروفايل بتاع الوش كله طبعا. لو ما نفعتش الحلول دي بقى وموضوع تدخل جراحي وكلام من ده، والله يا دكتور محمد احنا دي اخر حاجه بقى. طبعا احنا طبعا سعداء جدا 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 بلقائنا سوا النهارده. انا اسعد والله، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون في لقاءات تانية متتاليه باذن الله. وانا بصراحه لما بقعد مع حضرتك بستفيد، ربنا يخليك. وقد ايه بتبقى قاعده والله مثمره، فباذن الله يعني تتوالى اللقاءات الاخرى باذن الله. ان شاء الله. الساده المشاهدين كل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله كلها ايام ونستقبل الشهر الفضيل باذن الله. وعايز اطمنكم واقول لكم ان مشاكل الاسنان الحمد لله ما فيش مشكله ما لهاش علاج الحمد لله، وعندنا في بلدنا هنا. اتمنى ان احنا نتابع ونهتم فعلا بصحه المولود وصحه الجنين، وزي ما قلت لكم ان مستشفيات وزاره الصحه بتقدم خدمه كامله وبالاخص للاطفال. شكرا جزيلا ان شاء الله، ونشوفكم في حلقه جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.